حماد تو مش انت الخبزه الطنجره شيشه الميه، هذا اللي نبوه من طلباتنا. يتناحروا يا راجل والشعب مشي خلاص، تعب الشعب خلاص، قديش من هنا اصحاب صغار جايه دراسه جايه كذا خلاص تمت تمت. بالنسبه للضي المي البنزينه خلينا منها، ما علينا ما عادش نبغوا نطلعوا ندوروا اليامته اللي وين وين يبوا هم يوصلوا هذو. والله بصدق الله اعطيني ناكل بس يعني فقط لا غير، ماني بشيء ينزل لي مرتبي، اعطيني ناكل فقط، لا نبغوا فلوسهم ولا نبغوا شيء ولا نبغوا خبزه تجينا في المرسيدسات زي ما وعدونا.